خلال تواجد قناة الحرة في مناطق الساحل الأيسر من الموصل وتحديدا في حي الزهور، لم تستطع التحرك بحرية إلا بعد أخذ موافقات أمنية كإجراء احترازي من قبل قوة التدخل السريع الذي كان ينتشر في الشوارع والأسواق العامة والمحال التجارية لحماية المدنيين. الموصليون قالوا أن الأيام الصعبة تحت حكم داعش ذهبت والعيون تترقب تحرير الساحل الأيمن، مطالبين بحرية أكثر في التنقل بين مدن العراق دون حواجز. الحمد لله الساحل كثير أحسن، مش اعتيادي، أريد تحسن أكثر حتى العالم ترتاح، والعالم كانت مخنوقة مني، مخنوقة خنق، ما مرتاح، ما ماخذ حريته. ماناش نريد، نريد الأمان والحرية، وريد نروح نجي بين المحافظات كلتنا، كلتنا سوا، ماكو هذا سني هذا شيعي هذا منه وهذا منه، ماكو، كلتنا عراقيين، وإحنا وحق هذا الأذان اللي عيادنا الحمد لله يعني صابرين، ونسأل الله تعالى أن يفرج عن إخواننا في الجانب الأيمن. أي والله، وبارك الله بكم، أنتم ما تقصرون إن شاء الله، الله يبارك فيكم. وبالرغم من رفض الكثير من المواطنين التحدث أمام كاميرا الحرة حول أمور أمنية نتيجة الخوف الذي ما زال بداخلهم، إلا أن البعض من أهالي الساحل الأيسر أوضحوا أن هناك حرصا على التعاون مع القوات الأمنية وردها بالمعلومات لاعتقال الخلايا المسلحة النائمة حفاظا على أمن مناطقها. يعني سبت تبليغات على ناس مزينين؟ الحمد لله، الحمد لله والشكر. شون؟ عاد بقى هذا شغل القوات الأمنية، هي تعرف المواطنين دي يساعدون القوات الأمنية. إيه دا يساعدون، والله كلتنا دا نساعد وإيد بإيد. يعني أنت شوف الوضعية هسه، بين هسه وبين قبل سنة وبين قبل سنتين، يعني هسه تشعر حتى الهواء غير شكل. الأوضاع الأمنية المستقرة حفزت على مشاهدة حركة دؤوبة للمواطنين، حتى أن الأسواق بدأت تنتعش من جديد، وطالب أصحاب المطاعم الجهات الأمنية المسؤولة على إبقاء المولدات الأهلية لوقت متأخر كي تستمر الحياة. أكو مقولة تقول 180 درجة، إيه فهذا يعني 180 درجة، يعني قبل شغل ضعيف، هسه الحمد لله والشكر ناس عنده فلوس، أكو رواتب يعني الحمد لله والشكر، الناس عاد تاكل مرتاح، هو الناس من انسان يكون مرتاح يرجع ياكل ويطلع ويفطر، وبالليل مثل مولدات تطفي ساعه 8، هو مولده من طفي بشارع عام ساعه 8، الناس ترجع، ما ظل بعدنا محلات ما ظل فتحه، يعني مثل مولدات الاهليه ظل وقت اكثر، الناس راح تظل بالشارع، الناس تظل بالشارع تطلع بوام. طبعا اكو منهم سلموا رواتب، اكو منهم بعد ما سلموا حركه يروحون يجون، يعني هسه الحمد لله وضع عمين احسن بكثير من قبل، فالحمد لله أفضل بهو ألف الحمد لله كثير. استقرار في الأوضاع الأمنية بمناطق الساحل الأيسر، وهناك تعاون كبير ما بين المواطن والقوات الأمنية بحسب قول القيادات العسكرية هنا. من حي الزهور في الساحل الأيسر بمدينة الموصل، زياد نهاد، الحرة.